بمناسبة احتضان ملعب نيسون مونديلا ببراقي لمباراة الربع النهائي التي ستجمع الفريق الوطني بنظيره الإيفواري. قيادة الدرك الوطني توجه نداء لكافة المناصرين القادمين إلى الملعب، أولا بضرورة يعني احترام قواعد قانون المرور أثناء التنقلات، خاصة وأن هذه الأيام تعرف اضطرابات جوية. بالنسبة للمناصرين، قيادة الدرك الوطني يعني توجه لهم عدة نصائح على غرار عدم قدومهم إلى الملعب بسياراتهم الخاصة أو ركنها بجانب أو بمحيط الملعب، لأنها تسبب اختناقات مرورية كبيرة وتعرقل السير الحسن لحركة المرور. أيضا ننصحهم بعدم جلب كل ما هو ممنوع وغير مسموح بإدخاله إلى المدرجات على غرار الشماريخ، الأشياء الصلبة، قارورات المياه وغيرها من الأشياء التي من الممكن أن تسبب ضررا لهم أو لغيرهم. أيضا وحدات الدرك الوطني يعني منتشرة سواء خارج الملعب أو داخل الملعب على المدرجات من أجل تأمين المناصرين وجعلهم يعيشون أطوار المباراة في كل أريحية.